مشاهدينا الاعزاء صباح الفل عليكم، يلا بينا على طول نبتدي رحلتنا السعيده ان شاء الله ونتعرف على الاسرتين اللي معانا. طبعا حالا 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 هنبتدي على طول نتعرف على بعض، وبعد كده هنقعد نلعب وهنعمل مسابقات ونعمل تحديات وهنحكي حواديت وهنغني اغنيات وكمان هنطبخ طبخات وحاجات حلوه جدا 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 زي ما احنا متعودين. بس انا بقى ايه داخله النهارده كده متحمسه جدا للاسرتين اللي معانا، فعلى طول نتعرف على اول اسره ونقول الو. الو ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ علي. علي عندك كام سنه؟ 6 سنين. طب ما تعلي صوتك كده علي، انت لسه ما صحيتش ولا ايه؟ ده انا صوتي رايح انت صوتك موجود، يلا علي صوتك قول لي. 6 سنين. 6 سنين. ايوه الحمد لله علي عنده صوت قوي. ماشي. واخت علي؟ انا اسمي ساندي وعندي 10 سنين وفي سنه رابعه. ايوه وصوتي علي لوحده مش هخلي حد يقول لي حاجه. ماشي. ماما. نور. اهلا يا نور. اهلا بحضرتك. حضرتك تشتغلي؟ لا. اوكي واخده بالك من علي وساندي؟ طبعا. ربنا يعينك. ميرسي. جايه تلعبي بقى معانا النهارده جاهزه؟ جدا. ماشي يلا بينا. بابا؟ حسين. حسين انت علي حسين؟ اه. ده ايه اللذاذه دي؟ علي حسين وعلي حسين. علي حسين وعلي حسين. ماشي اوكي. استاذ حسين بتشتغل ايه؟ محامي. محامي اوكي ماشي. الاسره الثانيه بقى اسره الاستاذ؟ ليس. ليس ولا ليس؟ ليس. ولا ليس؟ ليس. لا ايه الفرق بين ليس وليس؟ عارف؟ يعني ايه ليس؟ اسهل. الاستاذه؟ ان. ايه الاسامي الصعبه دي يا ماما؟ ليس وان. ماشي عندك كام سنه يا ان؟ 8. 8 اوكي ماشي شخصيه قويه انت. وانت عندك كام سنه يا ليس؟ 7. فرق بينهم سنه؟ يعني هي 8 عندها. اه ماشي سنه ونص. اوكي ماما؟ دينا سيد. دينا ازيك يا دينا؟ قولي لي بتشتغلي؟ لا باخد بالي من الولاد. باخد بالي من الولاد. انا اللي باخد بالي من الولاد بالظبط. طب هو ليه ليس وان اساميهم صعبه؟ بصراحه مش انا ده اختيار باباهم. استاذ وائل ازيك يا استاذ وائل؟ صباح الخير. الحمد لله. صباح النور. ليه اساميهم صعبه يا استاذ وائل؟ اسامي غاليه عليا شويه. يا حبيبي اوكي. ربنا يخليهم لك يا رب. حضرتك بتشتغل ايه؟ موظف شركة بترول. اوكي. هل انتوا جاهزين عشان نبتدي رحلتنا؟ جاهزة. ايه ده حلو قوي الحماس اللي عند ساندي ده. طيب نبتدي رحلتنا؟ يلا. الله على الحماس. طيب ما دام بقى في حماس كده وابتدينا بقى يبقى في انرجي، انا عايزه بقى اشوف كل اسره عارفه بعضها قد ايه وانتوا نفسكوا ايه معاشرين بعض كده وعارفين عن بعض معلومات قد ايه. اوكي؟ جاي. يا ولد. استاذ حسين قول لي علي بيتفرج على ايه دايما في التلفزيون؟ الكرتون. ايه كرتون ايه؟ بيحب دايما اللي هي الانيميشن. ايه بقى حاجه معينه؟ لا اي حاجه فيها عرايس بتتحرك او يعني ايه ما بيحبش الكرتون بتاعه. لا بيحب الحاجات العرايس الحاجات اللي هي فيها فكر اكتر. ده حقيقي يا علي شفت قلت لك علي حقيقي؟ ماشي اوكي. استاذ وائل ليف مين البيست فريند بتاعه؟ اقرب صديق فيه؟ صاحبه اسمه سيف. برافو. انا عارفه ان انت هتبقي عارفه. انا فرحانه جدا انه عارف بجد فرحانه. وده حقيقي صح؟
طيب ماشي، حلو قوي، دول فرحانين قوي ان انتوا عارفين. جدا، اصل يعني دي حاجه أوي. يعني دايما الابهات ما بيبقوش عارفين حاجات صغيره دي. لا ما احنا بقى، فانا مبسوطه انه عارف. لا ده انا هفاجئك، يا ريت. انت هتشوفي انهم عارفين حاجات كتير. هنشوف انتوا، احنا بنقضي وقت حلو مع بعض صح ولا ايه؟ ولا مش دايما في شغل بقى كتير وكده؟ يعني حبه كده شغل اكتر معايا وبابي كده. يا سلام يا ساندي، والنبي جايه رحله سعيده قوي ساندي والله. طيب يا ماما قولي لي اكتر حاجه بتنرفز ساندي من صحابها. التنمر. التنمر يا ساندي؟ لان هي لسه حكيه لي موقف امبارح، بتقول لي يا مامي شفت حد كان بيضايق زميلتي في المدرسه في حياتي، فروحت جبت لها عصير. يا مامي انا كده غلطانه بالمصروف؟ لا طبعا. ايه ده يا ساندي؟ ايه ده، والله العظيم شاطره جدا. طب ماما قولي لي اغنيه دايما اند بتغنيها ومعلقه معايا. هي مش أغنية، هي هي عشان بتلعب بابجي وبتحبها جدا. نعم. يعني في أوقات معينة مش دايما. بابجي؟ أنا جدا. إيه يا ماما؟ أنا نفسي ما بعرفش ألعبها، بس ما هي مش عايزين نلعبها أصلا. ما هي ده بابي بقى مش إيه أنا. إيه يا بابي؟ هو بقى اللي عمل كده. أوكي، طب ده عادي ولا إيه؟ عادي. عادي؟ ماشي. اوكي. بس أكتر تيم تقريبا بتحبيه بلاك بينك، بتحب الأغاني بتاعتهم. ماشي، يعني نطلع بحاجة من اللعبة اللي أنا مش حباها خالص دي، بس ماليش دعوة النهاردة، هنلعب وهنتبسط بس. أوكي ماما قولي لي إيه أكتر حاجة علي بيحب ياكلها؟ أكتر حاجة؟ العدس. العدس؟ بجد يا علي؟ والنبي بجد؟ ده جميل أوي. الله يا حبيبي. ماشي ماما قولي لي إيه أكتر حاجة ليس يعني أكتر لون بيحب دايما يلبسه؟ هو بصي بيبص لك ازاي؟ ها؟ مش عارفه، بس هو يعني بيحب كل الالوان. لا ما تقول لا، ما تقول لا، ما تقولهاش. غششني. غششك. ناخد منها ايه؟ ابيض. ماما مش عارفه. لا اصل هو عنده كل الالوان وبيحب يلبسهم كلهم تقريبا، عشان انا اللي بطلع له ما بيبقاش عايز يزعلني. ماشي، ده جميل قوي، انتوا جمال قوي النهارده. طب الابهات بقى عشان نتفاجئ مره كمان. ايوه. بابا ايه اكتر حاجه يا ساندي وعلي يتخانقوا عليها؟ اللعب. اللعب ايه بالظبط؟ ممكن مثلا البازل. البازل ده بجد يا ولاد؟ انت متفاجئه ولا؟ لا ما في حاجه ثانيه، هو خايف يقولها. ايه؟ لان هو شريك معاهم في الحاجه دي. فري فاير. الايه؟ فري فاير. ما احنا جايين بقى ايه ببجي، طب احنا عندنا فري فاير. لازم. ايه ده؟ ايه يا امهات؟ ده مش في كل الاوقات. ده مش لا بصراحه مش في كل الاوقات. انا عامله نظام. اوكي ماشي، يعني عندنا ممكن اتخانق معاهم عليها. يا حبيبي اوكي. استاذ وائل عايزين نفاجئهم. ايوه قول لي بقى ان المدرسة بتاعتها بتاعت الإنجليزي اسمها إيه؟ بابا. بابا. شيشي. ما تقولش شيء. أنا عندي اثنين. بقى لها. عندي اثنين. ميس رانيا؟ صح. صح؟ أنا عندي اثنين. اتفاجئتي ولا ما اتفاجئتيش؟ اتفاجئت. إحنا اللي بناخد منه الفلوس والحاجات، فلازم يبقى عارف. ماشي أوكي. يعني مش عارف، عارف أسامي. لا لا لا، إديله كريدت. لا خلاص ماشي. اتفاجئت. لا طيب أنا من رأيي إن إحنا نوقف تعارف عند الحتة دي ونخش على طول في موضوعنا، ونبتدي على طول وإحنا واقفين كده أهو. نسخن بقى بالمعلومات العامة. جاهزين؟ جاهزين. عندنا ثلاث مراحل أسئلة. مرحلة أنا مين أو أنا إيه، ودي الأسرة كلها بتشتبك فيها، أوكي؟ والمرحلتين التانيين صح وغلط، واختار ما بين الأقواس. الكتاكيت الحلوين بس هما اللي هيجاوبوا، ما عرفتوش تجاوبوا عندكم وسائل مساعدة. يلا نبتدي على طول؟ يلا. الله على الحماس. علي صحي قوي، كان نايم وصحي خالص. ماشي، أنا مين أو أنا إيه؟ كبار بقى ركزوا. أنا الجهاز المسؤول عن إجراء التعداد السكاني في مصر. أنت عارفة؟ قولي. موبايل؟ لا. إيه ده؟ نو. جهاز مركزي محاسبة. الجهاز؟ مركزي محاسبة؟ لا. نظم معلومات؟ لا. إيه ده؟ كلهم؟ كلهم؟ لا. تعداد سكاني؟ أربعة. لا هي صحة وسكان بقى على كده. تلاتة. اتنين. لا. واحد. انت قلتهم كلهم ولا ايه؟ اعداد السكان. لا التعبئه والاحصاء ان شاء الله. التعبئه والاحصاء. فاتتك دي. ماشي اوكي. طيب سؤال هنا. انا بنك داخل مصر من مهامه اصدار النقود الورقيه. ممكن مركز. ايوه ماشي. برافو. انا بقول سؤالك على اساس هو اللي عنده معلومات. لا ما هو عنده ثقه قوي. ماشي. انا جهاز يستخدم في قياس درجه الحراره. قولي. لا. اسمه ايه؟
لما بنبقى سخنين. الترمومتر. ايوه برافو ماشي. السؤال هنا، انا لحظه ارتطام جسمين ببعضهم البعض او التحامهما بعنف، العمليه دي اسمها ايه؟ لما عربيتين اصطدام. ايوه تصادم. تصادم ماشي هنعديها. اوكي نركز بقى، انتوا المفروض تبقوا عارفين انا الشخص الشرير في في السنافر. عارفين كرتون السنافر؟ اه. انا الشخص الشرير في السنافر، هم اللي هيجاوبوا. اوكي. انا ناسي. ايوه انا عارفه اسمه. ايه؟ لا مش خمسه. طب حرف الشين. ايوه برافو ماشي. السؤال هنا، انتوا برضو انا الشخصيه الشريره في فيلم علاء الدين والمصباح السحري، الادن. الادن كان اسمه ايه؟ جعفر. اي ماشي جعفر صح. كان اسمه جعفر. ايوه كان اسمه جعفر. وده كان اخر سؤال. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده في كور كتيره قوي ملونه وصغيره، بس في جوه كوره كبيره زرقاء بتاعت هاند بول مختلفه تماما عن الكور دي. كان بابا قبل ما نلعب؟ لا ما احنا خبيناها تاني بقى وهنلعب بقى دلوقتي رسمي، اوكي؟ فانا هقول ريدي ستيدي جو تطلعوه على طول. جاهزين تشجعوا؟ ايوه. طب يلا. ريدي ستيدي جو. الله عايز ينط لوحده. برافو يا لولي، ارفع ايدك، ذا وينر. برافو يا لولو. ليس صحصح شويه صح؟ تعالى حبيبي. رحلة سعيدة. هنرجع نسأل شوية أسئلة واحنا واقفين. سخنا بقى وخلاص؟ يلا جدا، يلا صح وغلط وانتوا بس اللي هتجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسائل مساعدة، أوكي؟ ماشي. وسيلة واحدة ولا كام؟ وسيلتين، يا إما استدعاء ولي أمر يا اما نغني. يا اما نغني، عندك وسيلتين، اوكي؟ ماشي. علي هسألك. علي هسألك رايح فين؟ صفية زغلول لقبت بأم المصريين، صح ولا غلط؟ صح. أخدها يعني ولا ده الثقة دي إيه؟ لا ما صح ولا غلط؟ صح. صح، ماشي، صح طبعًا، أوكي بس هي بالصدفة كده. الدكتور فاروق الباز عالم مصري كبير عمل في وكالة ناسا الفضائية، صح ولا غلط؟ غلط. مش انت، مش انت. صح ولا غلط؟ غلط. غلط؟ عشان هو قال غلط؟ لا لا. صح. ولا انتوا شايفين انها غلط؟ غلط. بابا سامعاك وسامعينك يعني، فاهم انت؟ في مايك. ما تبقاش الحاجات دي. خمسة أربعة صح ولا غلط؟ شوفي وسائل مساعدة. ثلاثة غلط. غلط؟ لا هي صح طبعا. اوكي ماشي. المواد الشفافه يمكن من خلالها رؤيه الاجسام ورائها بوضوح. صح طبعا. صح ماشي. اللي بعده، يقوم المنشور الثلاثي بتحليل الضوء الابيض لسبعه الوان. سبعه صح ولا غلط؟ صح. يا ابني بس. صح يا ابني بس. ايوه صح طبعا، ما تلخبطهمش يا علي. ماشي اوكي. السؤال هنا، نشوف بقى عندكم وسائل مساعده. ساندي انت قلتيه في سنه كام؟ رابعه. لا ماشي ركزي. لقب بطليموس الاول بلقب سويتر ومعناه المنقذ. صح. لقب بالمنقذ. صح. صح صح ولا غلط؟ صح. صح بالحب يعني ولا صح يعني؟ لا غلط؟ لا هي صح. ماشي. السؤال هنا. ايوه علي دايما صح. انت في سنه كام قلتيلي؟ بتقول لكن لسه ما دخلتش على التقيل. على التقيل بس دي سهله بقى ومعروفه ومعلومه عامه، وكمان لسه متفرجين قريب على المومياوات بقى. يلا بينا. رحتوا المتحف ولا لسه؟ لا لسه. لسه؟ طيب ماشي ركزي، عندك وسيله مساعده برضه. يعد رمسيس الثاني أشهر ملوك الدولة المصرية الحديثة قبل الميلاد. رمسيس الثاني أشهرهم، اسمعي اسمه كتير، صح ولا غلط؟ صح.
صح طبعا. اوكي. طيب عندنا مهمه ثانيه، مين جاهز؟ انا. لا بنتين بقى، ناخد البنتين بقى. يلا يا بنات. احنا عندنا قماع وعندنا طريق، شايفينه؟ كده اهو. احنا المفروض نعدي ما بين الاقماع دي. لو نوصل لاخر واحده. ايه ده؟ لو نوصل لاخر واحده. بس لو وقعتي قمة هترجعي من الاول. والله هنشوف مين فيكم اللي هتوصل اسرع من غير لما توقع قمة عشان ما ترجعش تاني من الاول. اوكي؟ اوكي. جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي جو. حسبي طه، حسبي حياتي. يلا بسرعه. يلا 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 بسرعه. يلا يلا يا ان. يلا يا ان. ساندي وصلت. معلش معلش. هنخش على الاختيارات، بس ساندي ايه؟ ترجع مكانها بسرعة. يلا يا سندودي. برضو الاختيارات انتوا بس معرفتوش، ها عندكم وسائل مساعدة. اوكي؟ اوكي. ماشي. السؤال للأسرة دي: يسود مصر مناخ مداري استوائي صحراوي؟ صحراوي. صحراوي، برافو. ماشي. ايه الحلاوة دي؟ حر. هنا بقى: تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة أمريكا الجنوبية ولا آسيا ولا أفريقيا؟ الشمالي الشرقي. إحنا فين؟ أمريكا الجنوبية ولا أفريقيا؟ بالظبط. هنشوف بقى إيه؟ إحنا حافظين الدرس بقى خلاص. حافظين والحمد لله. من الأدوات الآتية التي تستخدم لحل مشكلات في الكهرباء: المفكات ولا الأزاميل ولا المنشار؟ مفكات. مفكات. مفكات طبعا. يا ابني انت ايه؟ ايه يا لولي؟ ايه يا لولي بتبصلي كده ليه؟ مش هعرف اعديها. ماشي. ما طب ما لما صعب قوي ليه الحماس؟ يعني ما تفكر. فكر قوي. علشان نصلح شق في الخشب بنستخدم منشار، ازاميل، معجون. منشار. معجون. معجون. انتوا ايه الثقه دي؟ ليس وعلي ايه؟ مندفعين. مندفعين جدا. ماشي. يتكون علم مصر من كام لون؟ خمسة ولا أربعة ولا تلاتة؟ تلاتة. تلاتة طبعاً. أيوة. والنسر أهم حاجة. النسر. والنسر طبعاً. بس احنا بنتكلم على الألوان طبعاً. ماشي. معبد حتشبسوت بيقع فين؟ القاهرة ولا الأقصر ولا اسكندرية؟ حتشبسوت. حتشبسوت. الأقصر. قفلوا علي. برافو برافو. الأقصر طبعاً. طيب كده احنا يعني شطارة حلاوة طعامة لذاذة. مش ممكن اسرتين يستاهلوا الحماس اللي انا داخله بيه. احنا لسه ما خلصناش طبعا، ورايحين بقى نشوف الاسرتين الحلوين دول هيعملوا ايه في التوازن. بقى للعبه التوازن ونشوف الاسرتين اللي معانا هيعملوا ايه، وانا برضو مكمله بنفس الحماس. انتوا مكملين بنفس الحماس؟ ايوه. الله الحماس. تعالى لي يا علي بحماسك ده. الله. يلا هنشجع علي. ايوه. علي علي. يلا يا لولي. لولي من غير ما تمسكها، من غير ما تمسكها، من غير ما ايوه كده. ارفع الكوره. برافو يا علي. برافو. برافو يا علي. علي راح فين؟ راح علي. يا عيني يا عيني يا عيني يا الولا. تعال. جاهزين؟ لا يا ساندي ارفعي الكوره شويه. ايوه. برافو يا ساندي. الله. يا ساندي بتلعب ايه؟ بتلعب باليه؟ ساندي بتلعبي باليه يا ساندي ولا ايه؟ لا يا ساندي هتقعي ولا ايه يا ساندي؟ برافو. بس الكوره وقعت. يا خساره يا خساره يا خساره. يلا ماما. يلا يا مامي.
الله يا مامي. يا مامي ما ترجعيش، لا تراجع ولا استسلام. خش يا مامي. ايه يا مامي في ايه؟ ما تخافيش. خش يا مامي. ايه يا مامي؟ ايوه يا مامي، برافو يا مامي. لا 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 مامي وقعت الكوره وهتقع. ما الحمد لله ما وقعتش. الحمد لله ما وقعتش. ايه ده بتعمل ايه؟ نعم المفقود. ايه ده ايه ده ليه كده؟ يلا يا باب. لا لا مش انا حاسه لو العتبة جزاز والله برافو 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 برافو. هنرجع بقى ما هو اصلا هنرجع. طب استرف الاغنيه بقى، انا حاسه ان العتبة جزاز. يلا يلا استرف الاغنيه. يلا يلا والله برافو والله برافو. انا ممكن بقى ايه ارخم بقى، بما انك حالك ايه شطاره حلاوه طعام لذيذ ثبات انفعالي، وها قد انقذ هذه الاسره. الاب حسين هو اللي الوحيد عرف يعدي من غير اي خسائر. جاهزين الاسره الثانيه؟ وريني هتعدي ازاي من غيرها. يلا عدي اصلا من غير كوره. عدي تشجيع بقى، انا مش هينفع افضل ماسكه ايدك يا حبيبي. ايه يا ليس؟ ايه يا ليس؟ يا لولو يا ليس هتقع ولا ايه؟ ايه ايه تعمل ايه؟ بتشجعه؟ تعالى شجعه. النبي انت جميل. علي مبسوطه جدا جدا جدا. ارجع بقى ارجع وانا برمي عليك كور. يلا يلا ارجع بقى. لا 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 لا. انا وعلي بنرمي عليك كور. انا وعلي بنرمي عليك كور. لا لا لا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنى استنى. لا 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 لا. هيجي لنا ولا ايه؟ هيجي لنا ولا ايه؟ ابعد عنه كده عشان لو وقع. هيجي لنا ولا ايه؟ هيجي لنا ولا ايه؟ لا بالراحه بالراحه بنخبط بالراحه. انت ما صدقت. برافو يا لولو. والله برافو والله برافو يا ليث. برافو يا ليث. برافو يا ليث. لا تعالى هنا. برافو. عدوا بقى عدوا. انت حطيها انت. يلا يا ان ان. ايه ان؟ لا مش عارفه، ممكن امسكها لكن عشان مش شايفه. لا مش هينفع. مش شايفه. ما هي دي اللعبه. يلا اديها يا لولو. اديها يا لولو طبعا. والله شاطره يا لولو. شاطره يا لولو. شاطره يا لولو. والله شاطره اهو. شفتي بقى؟ شفتي يو كان. والله برافو. الله. هو انت ما بتشجعش اختك ليه؟ برافو يا لولو. يلا يا نون يلا شجع اختك يا ابني، الفريق التاني بيشجعها اكتر منك. يلا يا ان. برافو يا الكره هتقع. ارفعي شويه، ارفعي راسك. برافو يا ان جدا. برافو بجد. يا خرابي يا ناس. علي اهو بيقول لك اوعي حاسبي الكوره، ارفعيها فوق. برافو يا ان والله برافو. برافو. شاطره ان جدا جدا جدا. وريني يا ماما شطارتك. يلا ماما. لزاز قوي. دودو بيقولك دودو. دلعوكي بقى وايه؟ والله العظيم روح الرياضيه هنا عظيم. ما توترنيش يا زلمه. لا 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 لا. انا ما عملتش حاجه. وترك ايه؟ انا لسه وترتك. برافو. ارجعي لي بقى. ارجعي لي بقى. شفتي شفتي الحماس؟ ارجعي لي بقى. يلا يلا. الله لا 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 الله لا 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 الله. ده ايه ده؟ شفتي بقى بنت اهو اهو اهو. لا 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 ثبات انفعالي عظيم. شفتي يا دينا؟ شفتي قد ايه يو كان؟ والله يو كان. شفتي يا دينا؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يلا يا استاذ وائل. يلا يا استاذ وائل. بابا. يلا يا بابا. بابا بابا. الله 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 الله. هنقع ولا ايه يا استاذ وائل؟ هنقع ولا ايه يا استاذ وائل؟ هنقع ولا ايه؟ يلا ها ها
هنقع 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 مش هنقع؟ والله برافو، ايه الثبات ده؟ ما شاء الله. لسه لسه هنرجع. امال ايه؟ الله. يلا يا بابا يلا يلا يا بابا. حضرتك بس لو وقعت اقع كده ارجوك. يلا يا بابا. يلا يا بابا. يلا يا بابا. الله الله كده ها؟ يلا يا بابا. يلا يا بابا بابا. يا بابا يا بابا. خلاص المهم يعدي. ماشي. الحمد لله. الحمد لله. كده يبقى الاستاذ وائل وان عدوا، فاكيد هم الفريق يعني اللي كسب معانا دلوقتي في لعبه التوازن. تعالوا نشوف بقى مين هيعمل ايه في الفي ار. انا كنت قلقانه قوي حضرتك تقع عليا والله. الحمد لله. جينا بقى للفي ار وهنشوف مين هيعمل ايه. ساندي هي اللي هتلعب معانا النهارده من اسرتها الفي ار. انت بتلعبي في ار ولا اول مره؟ ساعات بلعب. ساعات يعني؟ طب وبتلعبتي اللعبه دي قبل كده ولا اول مره تلعبيها؟ لا اول مره العب. ربنا يستر ان شاء الله خير عامه، وهنلعب وهنجرب وهنتبسط. يلا بينا دوسي بلاي ونقول ريدي ستادي اند جو. دوسي بلاي. ايوه يلا بسم الله طبعا. يلا الله كل الزق. الله برافو يا سندي. برافو يا حسبي سندي. برافو. ايه يا علي انت اشمعنى سكت دلوقتي؟ سندي بتلعب. ايوه كده. برافو يا سندي والله. برافو. برافو يا سندي. شاطرة جدا شاطرة جدا. ارجعي ورا سنة. الله 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 حسبي. برافو. الله الله الله. ايوه كده. يلا ويمين وشمال. برافو يا غلابي. بترقص يا جماعة دي بترقص ترقص تعمل استعراضات. الله ابتدت بقى ايه تورينا كمان ايه شكلنا بنكسب يا ساندي ولا ايه؟ شكلنا كده أول مرة نلعب اللعبة بس هنقفلها. شكلنا كده شكل ساندي هتكسب يا علي. شكلها كده يا ساندي يا جامد. بتقول لك ماما ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ برافو. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده؟ ايوه بقى دي بترقص. يا سلام. يلا يا ساندي. بيرفكت. الله 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 الله. ليها حق ترقص طبعا وتعمل حركات جامده جدا. يلا يا ان. برافو يا ساندي. دوسي. ايه بلاي. يلا. الله 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 الله. هي بتتوتر. ان ان حلو كده يا ان. الله 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 الله. يا لولو شاطره. ان ان عشان ما تتوتريش اهو بيوشوشوكي. ان الله. برافو. طب ولو وترناكي قلنا طيب. تمام كده ولا ايه؟ ماشي. الله لا خلاص خلاص وطي صوتكم عشان بتتوتر فعلا واضح. ان ان ايه يا ان؟ ده انت لازم تبقي فعلا ده واضح انت بهدوء وصمت تام في المذاكره صح؟ ايوه عارفاكوا. ايوه برافو يا لولا. بتذاكر في صمت تام. ان ان حلو كده. ان طب احنا كنا بنشجع بالراحه. يلا الحمد لله عامه. يلا الحمد لله. طب تعالي كده يا استاذه ان معلش بقى. يلا خلاص. طب تعالوا بقى دلوقتي نروح نسمع حدوته ونرجع بقى نكمل مسابقات وتحديات وحاجات حلوه كتير. اهلا بكل اصحابنا في الرحله السعيده وباصحابي اللي معايا النهارده وحكايه جديده من حكايات ماما سميحه.
حكايتنا النهارده يا اصحابي عنوانها الحائر بين الارض وبين السماء. يا ترى مين هو اللي حائر بين الارض وبين السماء؟ ويا ترى حيرته دي انتهت ولا لا؟ تعالوا نبدا نحكي قصتنا ونعرف ان بطل قصتنا هو الخفاش. الخفاش عنده مشكله انه عنده صفات موجوده في الحيوانات وحاجات تانية موجودة في الطيور، بس طول الوقت هو مش عارف هو طائر ولا حيوان. يمشي في الغابة ويبص يلاقي الطيور مصاحبة الحيوانات، يعني مثلاً يلاقي العصفور مصاحب الفيل، الفيل يمد زلومته والعصفور يتمرجح عليها ويغني والفيل يبقى مبسوط، يلاقي الغراب مصاحب الحمار، الحمار الصبح يصحى بدري والغراب هو كمان بيصحى بدري ويقعدوا هما الاثنين يغنوا سوا. صحيح صوتهم مش حلو لكن هما مبسوطين ان هما اصحاب. الخفاش مش عارف يعمل ايه، زعلان ومتضايق. في يوم من الايام قامت حرب كبيره جدا في الغابه بين ملك الحيوانات. مين ملك الحيوانات؟ مين ملك الغابه؟ اسد. الاسد. ومين ملك الطيور؟ النسر. الاثنين كل واحد فيهم كان عايز هو يبقى الزعيم الكبير بتاع الغابة كلها. النسر كل الطيور معاه والأسد كل الحيوانات معاه. بدأت الحرب بينهم. الخفاش بقى مش عارف يعمل إيه، وفي الآخر لقى شجرة كبيرة قوي في الغابة وقف وراها واستنى يشوف الحرب هتنتهي على إيه. كل فريق منهم كان مستعد إنه يحارب بكل قوة، فريق الحيوانات بقيادة الأسد وفريق الطيور بقيادة النسر. بدأت الحرب والطيور تنزل بمخالبها تخربش في الحيوانات، والحيوانات كمان تخربش في الطيور، والحرب استمرت وقت طويل. كل ده والخفاش واقف ساكت ما بيعملش حاجة. انتهت الحرب ومين اللي انتصر؟ الحيوانات انتصرت. عمل إيه بقى الخفاش؟ راح للأسد ملك الحيوانات اللي هو دلوقتي بقى ملك بقى الغابة كلها، وقال له إيه؟ يا جلالة الملك أنا بهنيك بالنصر. الأسد بص له كده قال له تهنيني بالنصر؟ أنت من الأعداء. قال له لا مش من الأعداء. قال له أنت ليك جناحين. قال له بس ليا أسنان. إحنا عارفين يا أصحابي الطيور كلها ملهاش أسنان. سكت الأسد وقال له أسنان؟ قال له آه في طائر له أسنان. الأسد سكت وقال له لا فعلا مفيش ولا طائر عنده أسنان. قال له يبقى أنا زيكم، أنا زيكو حيوان، سيبني عيش معاكو على الأرض. الأسد قال له خلاص عيش معانا على الأرض. عاش الخفاش على الأرض وعينه على السماء. يجي الحيوانات كلهم يخرجوا عشان يصطادوا يقولوا له تعالى معانا، مش إحنا كلنا بنخرج كل واحد بيصطاد الأكل اللي هياكله؟ يقول لهم لأ أنا معرفش أصطاد. يقولوا له ليه؟ أنت مش عايش معانا على الأرض وإحنا حيوانات؟ يقول لهم آه بس أنا طائر، يعني شوية طائر وشوية حيوان. إيه الكلام الغريب ده؟ كلهم قالوا الخفاش عايش معانا بس عشان ياكل ويشرب لكن مش عايز يشتغل، مش عايز يساعدنا. ينفع الكلام ده؟ لا. ينفع ما نعملش الواجب اللي علينا؟ لا طبعا. مرت الايام يا اصحابي وبدات الحرب تاني ما بين ملك الحيوانات اللي هو ايه؟ الاسد. وملك الطيور اللي هو النسر. النسر. المره دي بقى الطيور كانت مستعده تمام للحرب. المره اللي فاتت هزمهم الحيوانات، المرة دي قالوا لا احنا لازم نستعد ونتدرب كويس قوي قوي عشان المرة دي بقى احنا لازم ننتصر. فعلا يا اصحابي الطيور استعدت وتمرنت كويس قوي وبدأت الحرب ما بين الفريقين، والطيور كانت بتهاجم بكل قوة وبكل شراسة، وفي الاخر انتصر فريق الطيور. طول المعركة بقى كان فين الخفاش؟ كان بيراقب من الشجرة، كان واقف ورا الشجرة يستنى يشوف مين اللي هيكسب في الحرب، مين اللي هينتصر. ففعلا الطيور قدرت المرة دي انها تنتصر. راح الخفاش اللي واقف ورا الشجرة طول الحرب وراح رايح لملك الطيور اللي هو النسر، قال له مبروك يا ملك الطيور، انت خلاص كده دلوقتي انتصرت وبقيت زعيم الغابة. النسر بص له وقال له بس انت من الأعداء، انت كنت عايش مع الحيوانات على الأرض. قال له لا انا عندي جناحين. في حيوان عنده جناحين؟ في حيوان عنده جناحين؟ لا. النسر قال له صحيح انت عندك جناحين بس انت عندك اسنان. قال له مش مهم الاسنان، الاسنان مش باينه، لكن اللي باين من شكل ايه؟ الجناحين. ممكن اعيش معاكم في السماء؟ قال لهم اه. النسر قال له ايه؟ قال له اه
تعال عيش معانا في السما. عاش الخفاش في السما مع الطيور، الطيور تطلع تصطاد وتسافر مسافات طويلة وتهاجر عشان تجيب أكلها. تعال معانا يا خفاش. يروح معاهم؟ لا. يروح معاهم؟ لا. يقول لهم لا أنا مش هقدر أجي معاكم. ليه مش هتيجي معانا؟ يقول لهم أصل أنا جناحاتي مش قوية، وبعدين أنا برضو عندي أسنان، يعني أنا مش طائر قوي، يعني أنا شوية طائر وشوية حيوان. ده كلام؟ لا. ده كلام؟ لا. كل مرة الخفاش يعيش مع فريق وعينه على الفريق التاني، عاش في السماء وعينه على الأرض. عاش في الأرض عينه على السماء. وعينه على السماء. عاش في الأرض وعينه في السماء. بالظبط كده. مر وقت طويل قوي 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 بقى يا سليم، وبدأت الحرب هتبدأ تاني. مين بقى اللي قال لأ مفيش حرب تاني في الغابة؟ الحكيم الجمل. الجمل قال لهم إحنا كل مرة بندخل الحرب وكتير من الفريقين بيموت في الحرب، إحنا لازم نعيش في سلام، أهم حاجة إن إحنا نعيش في أمان وسلام. طب يعني نعمل إيه؟ قال أنا هعمل معاهدة سلام بين الطيور والحيوانات، يعني يتفقوا إن هما ما يحاربوش بعض ويعيشوا في أمان مع بعض. مين بقى اللي من بعيد كان بيراقب الحكاية دي؟ الخفاش. جه بسرعة يدخل الاجتماع، لكن الجمل وقف وقال له ابعد يا خفاش. ابعد. ابعد. أنت جاي هنا ليه؟ قال له جاي أحضر الاجتماع. قال له أنت من أي فريق فيهم؟ قال له أنا من الاتنين، أنا طائر وحيوان. قال له أنت بينا ملكش مكان، لأن أنت منافق. يعني إيه منافق؟ يعني المنافق ده ملوش رأي، يعني مثلاً يلاقي اتنين بيتخانقوا مع بعض، خلاص؟ اللي فيهم أقوى يروح يصاحبه، واللي فيهم ضعيف ما يكلموش، يقول كلام لحد ومن وراه يقول كلام تاني خالص، الواحد ما يثقش فيه، صح؟ صح. فكل اللي في الغابة قالوا له فعلاً عاش مع الحيوانات وعينه على الطيور، وعاش مع الطيور وعينه على الحيوانات في الأرض. كل ما عايش مع فريق لا عايز يشتغل ولا عايز يتعب ولا عايز يعمل أي حاجة، كل اللي عايزه حاجة واحدة بس، إنه يأكل ويشرب وما يعملش أي مجهود. ده ينفع؟ لا. فعلاً الجمل كان حكيم، عشان كده الحيوانات والطيور لما الجمل قال لهم نعمل معاهدة سلام وافقوا على طول، لأن هم عارفين إن الجمل ده الرأي اللي بيقوله هو الرأي المظبوط، وإنه عايز الكل يعيش في هدوء وفي سلام ويشتغلوا. لما بيبقى في حرب محدش بيشتغل، بيقعدوا يتخانقوا مع بعض محدش بيشتغل. فعلاً الغابة كلها عاشت في سلام وأمان، والخفاش ملقاش أي مكان يعيش فيه غير في الظلام، بيخاف يظهر الصبح عشان الطيور بتزعل منه والحيوانات بتزعل منه، فيطلع بس بالليل في الضلمة عشان محدش خالص يشوفه. دي كانت قصتنا النهاردة عن الحائر بين الأرض والسماء، وعرفنا مين هو الحائر بقى؟ الخفاش. طيب عجبتنا القصة؟ إيه اللي عجبنا فيها؟ اللي الجمل اللي ساعد منهم. الجمل ساعدهم، ساعدهم في إيه بقى؟ ما يتخانقوش ويعملوا سلام. يعيشوا في سلام، يعيشوا كده في هدوء وفي حب، ويبقوا كلهم مبسوطين ويشتغلوا وينتجوا، مش على طول بيتخانقوا وعلى طول متضايقين من بعض. طالما كلنا عايشين في مكان واحد لازم نحاول ان احنا يعني نريح بعض، نستحمل بعض، ودايما يبقى في بينا حب وسلام، كده الحياه تبقى جميله ودايما نبقى مبسوطين ودايما نبقى فرحانين. اصحابي دي كانت النهارده قصتنا الحائر بين الارض والسماء، واشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سامح. جينا بقى الاول العاب الترابيزه، وطبعا عندنا المتاهه بتاعتنا حبيبتنا اللي احنا عاملينها، اللي بفكركم دايما انتوا تقدروا تلعبوها في البيت عادي جدا، بلوكس وهتبنوا المتاهه ونلعب بقى عليها الالعاب المختلفه بتاعتنا. طب عايزه حماس بقى؟ جاهزه؟ جاهزه. بحماس؟ اه. من غير توتر؟ من غير توتر. طب يلا كل واحده تاخد بالونه ونقول ريدي تنفخوا. اه.
ايوه انا بقول ريدي تنفخوا صح؟ ريدي انفخي استادي خليكوا جاهزين ان لسه جو. برافو والله برافو برافو يا بنات. انا هشيل دول. يلا يلا. لا لا ما تمسكيهاش بايديكي خالص. ايوه ايوه برافو برافو. جربي جربي تكنيكس مختلفه مثلا. برافو اهي بتتحرك. ساندي ايه ساندي ايه يا جماعه؟ رجعت تاني رجعت تاني بس داخل على البلوك اللي في النص وده اصلا انجاز. اه لو تعلمون كم عظيم. مش عايزه ليه؟ ها مش عايزه. جربي تكنيك تاني بالظبط كده. ممكن مثلا تبعدي الهوا شويه مثلا مثلا ابعدي الهوا. برافو مثلا اهي مثلا مثلا ان ابتدت تجرب تكنيكس. انا عماله اوقع بالونات. ابتدت تجرب تكنيكس وتبقى شاطره. اه دي كانت لسه دي كانت لسه هتخش. لا عادي سوري. ايه ما دي اللعبه اهي. زقتك تاني. اه صراع بقى صراع. احنا واقفين بقى مصارعه هنا مصارعه بقى. الله يا بنت يا بنتي يا بنتي كله بيزقه كله. مين هتزق الثانيه؟ عند اي الله الله على الصراع. رجعتك تاني. ده جيم حلو قوي. اه الله. انا مستمتعه قوي باللي بيحصل ده. يلا ها انت انت يا بنتي رايحه فين؟ انت رايحه فين؟ ماشي ماشي. وسعوا لبعض. طيب لا 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 شايفاكي يا ان شايفاكي يا ان اهي. ها مثلا احنا في حته ان ان ما تلمسيهاش. برافو برافو. ساندي قربت. اعملي على الطرف يا ان. بتقول لك يا حبيبتي بتقول اوه ماي جاد. برافو برافو برافو. هي عماله تنصحك بس هي مركزه وكسبت معانا في اول لعبه ترابيزه. عادي جدا يا ان. حصل حاجه اما خسرنا؟ عادي جدا جدا جدا. يلا نشوف اللعبه اللي بعدها هتبقى ايه ومين بقى هيعمل فيها ايه. يلا جينا لتاني لعبه ترابيزه وهنشوف بقى الاستاذ علي ولا الاستاذ لولو ليث هم اللي هيدخلوا اكبر عدد كور في الكوبايات اللي قدامهم. هل انتم جاهزون؟ اه اه قوي يعني؟ اه قوي قوي يعني؟ اه ماشي خلاص اتاكدت. يلا قول ريدي. امسك كورتك ستيدي اند جو. ماشي يلا اللي بعده اللي بعده. اقعدوا جربوا ولا اي واحده دخلت في اي حته. انت الله اول كوبايه. ماشي ليث لسه بيجرب تكنيكس. هل ابقى بالراحه ولا ابقى جامد؟ ايوه بيجرب. احنا الكور لو خلصت ماشي كده مفيش ولا كوبايه. الله لسه بقول كده كوبايتين احمر وكوبايه صفراء. ماشي اه كوبايتين احمر ما تتوترش ركز. كوبايتين احمر وكوبايه صفراء وقرب يخلص الكور بتاعته فركز يا ليث. ها قربت تخلص يا علي كورك. ركز يا علي. لا. يلا خلاص بقى. ها برافو يا علي. برافو يا علي والله برافو مركز جدا. انت خلصت كورك؟ اه. طب تعالى اقف جنبي. فاضل لك كورتين هنشوف بقى تدخل ايه. اه برافو كده 3 2. انت بتعمل ايه؟ ماشي كم؟ لا خلاص خلاص يا علي تعالى اقف جنبي يا علي. يا سلام قال يعني خلصت. ما انت بتعمل انت كمان. انتوا عمالين تعملوا فيا ايه؟ 3 2 الفريق الاحمر اللي هو علي جاب 3 كوبايات والفريق الاصفر اللي هو ليث جاب كوبايتين. بيحاولوا يلخبطوني بس انا ما بتلخبطش. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في اللعبه الثالثه. لسه مكملين معاكم العاب الترابيزه ومعانا بقى نشوف بقى دلوقتي مين هيحط الكوبايات اسرع في اول كوبايه هناك. كل واحده عارفه هتعمل ايه؟ اه جاهزين؟ جاهزين. طب يلا ريدي. انت عايزه تعملي ايه؟ عايزه سلمي عليها. يا سلام على الروح الرياضيه. ستادي اند جو. برافو يا ساندي والله ساندي. اه ماشي اول كوبايه عند ساندي.
برافو برافو يا آن. أول كوباية عند آن. ساندي جابت تاني كوباية. آن آن ما بنمسكش الكوباية بإيدينا يا آن خالص. أيوة كده بالظبط. ولو وقعت هترجعيها تاني مكانها وتاخديها. شفتي هي دي اللعبة. معلش ساندي مش محتاجة إيه تخصية. أيوة يا آن برافو برافو يا آن شاطر. أيوة كده ماشي. يلا هتلحقي تلحقي تلحقي. وهي واقفة ماشي. إيه اللي حصل ما شفتش. ماشي آن برافو يا آن بقيتي فاهمة التكنيك. برافو برافو يا ساندي. إيه ساندي فهمت التكنيك والحماس. مش ممكن هنوصل أسرع ولا إيه يا ساندي. إيه ده مين نفسه اتقطع. ماشي رجعي مكانها تاني. يلا احنا في نفس المرحلة تقريبا. فرق كوباية فرق كوباية. ما نحطش بايدينا ما نمسكش بايدينا خالص كده في نفس المرحلة بالظبط. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على مش ممكن. انا بحب الحاجات اللي بتبقى في الاخر دي تيجي ايه شفتي. يا نهار ابيض. مع ان ساندي كانت متقدمة تقدم فظيع ولكن آن بتأني رهيب عرفت توصل وتكسب. ايه ده ايه الحلاوة دي. هاتي حضن والله العظيم على الروح الرياضية الحلوة دي الجميلة دي. وانتي كمان شطورة جدا جدا جدا. يلا نشوف اخر لعبة ترابيزة معانا النهاردة ايه. طعامات. جينا بقى لغاية اخر لعبة ترابيزة معانا النهاردة. واحنا في الاول خالص 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 كنت قلتوا ان انتوا اكتر حاجه بتتخانقوا عليها في البيت هي الايه البازل. ايه البازل ايه بقى اللي بيحصل بقى احكي لي بتتخانقوا ليه. عشان عادي ممكن ساعات يلخبط البازل. طب ونتخانق ليه لما يلخبط البازل. ما هي اسمها بازل عشان نتلخبط وبعدين نعرف نعملها وما نعملهاش صح. هنتخانق بقى النهارده ولا هنعرف نكسب ولا ايه. نعرف نكسب. ليه هنعرف نكسب. ما الموضوع بقى محتاج ايه تيم وورك. محتاج ايه تكاتف كده ومش محتاج اي اي خناق او اي حاجه من الحاجات دي. ماشي اما نشوف. انا بقى طبعا مخبيه منهم البيسز لان هم عاملين يلعبوا وبيحاولوا ان هم ايه يعرفوا الحاجات من ورايا. بس كل واحد قدامه بيسز طبعا احنا شايلينها من الشكل اللي قدامكم. هقول ريدي ستدي جو. كل فريق يتعاون ونشوف مين اللي هيخلص البازل. يعني اللعبه دي للتعاون. اللعبه دي تعاون طبعا عشان نشوف بقى التعاون هو اللي هيوصلنا ان احنا بقى اسرع مش الخناق. اوكي اوكي هنحاول دلوقتي. يلا ريدي ستيدي اند جو. ظبطوا بقى كده الحاجات بتاعتي. الله هي لوكي لوكا دلوقتي بينا بنحب بعض بقى وما بنتخانقش بقى وايه. مش هنتخانق صح؟ ان شاء الله ان شاء الله يعني لسه في الاول. هنا بقى في صمت رهيب. انتوا بتتخانقوش انتوا في البازل ها؟ بتتخانقوا ولا بتتخانقوش؟ لا بتتخانقوش. بتتخانقوا اصلا عامه؟ لا والله شاطرين شكلكم هادين وحلوين. مفيش حاجه يعني تستاهل ان احنا نتخانق صح ولا ايه يا استاذ لايت؟ ركز لايت ومش هيرد عليا. الله برافو. مالكش دعوه بيهم انت ركز عندك انت. اهي الصور قدامكم. ماشي احنا قربنا نخلص هنا. قربنا نخلص هنا مثلا بحر مثلا. انا لا دي هي دي فعلا. لا لا مش ممكن. احنا هنا بنخلص. احنا عندنا كام بيس هنا؟ واحد اتنين. احنا هنا بنخلص. احنا هنا بنخلص. الفريق ده يعني تعاون وصمت عشان ما بيتخانقوش في البيت على البازل. مش ممكن. ها ايوه ايوه صح. عينه دي بقيت عينه ولا ايه دي. ايوه صح مش محتاجين مساعده. الله اكبر انتوا. طب ايه ايه ايوه صح ولا ايه صح. لا احنا فضلنا واحده مش عارفين هي فين. ازاي مش عارفين هي فين. هي دي هي. لا ايوه صح هي هنا. ايوه ايوه هي هنا. بيقول لي حط اخر واحده.
يا نهار ابيض على الشطاره، يا نهار ابيض. عرفتوا بقى اللي ما بيتخانقش بقى في البيت على البازل بيحصل ايه؟ برافو جدا جدا، شطاره حلاوه طعامه. وكده يبقى وصلنا لغايه نهايه الجزء الاول، بس عندنا جزء تاني من رحلتنا لسه مكمله معاكم. استنونا بكره في نفس الميعاد، اوعوا تروحوا في حته تانيه خالص. باي باي.